الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا التقوى واهدنا إلى أسبابها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنت لنا في السراء والضراء لا حول لنا ولا قوة إلا بك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى جعلنا الله وإياكم من المتقين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام فإن موضوع الإساءة إذا كانت إساءة في الدين أو إساءة في الدنيا تحتاج منا إلى بحث وإلى دراسة ولأن الموضوع هام فأحببنا أن يكون كلامنا كلام علمي وليس كلام مجرد أنه يهيج العاطفة والمشاعر عند الناس ولا يكون كلام منظم وكلام علمي مدروس ولما رجعت إلى مراجع وكتب تتكلم عن موضوع الإساءة فهي في الواقع نوع من أنواع الأخلاق السيئة ولما بحثت عن تعريفها وجدت أن العلماء وضعوا لها عدة تعاريف لكنها في الواقع هي ضد الإحسان الإساءة هي ضد الإحسان عدو الإحسان الوجه الآخر مثل الجانب السيء وإذا أن أردنا أن نعرفها اصطلاحياً فإنه العلماء تكلموا في تعريفها غير أنني أردت أن أضع تعريفا من نفس الضعيفة قليلة العلم لكنني وجدت أنه مفيد لأن الإساءة هي عبارة عن ألم يحدث للإنسان فهي ألم إما أن يكون هذا الألم حسي وإما أن يكون هذا الألم الذي يصيبك ألم معنوي يعني ممكن تكون الإساءة إساءة حسية إنسان يقطع يدك يكسر يدك يعمل لك حاجة في جسدك في بدنك ويمكن أن تكون إساءة معنوية يسيء إلى والديك يسيء إلى دينك ويمكن أن تكون الإساءة مادية يكسر لك زجاج الدار وهو ماشي فهذا نوع كلها ألم يحدث للإنسان سواء كان حسيا أو معنويا أو ماديا ولكن يكون عن قصد الإساءة ما معنى كلمة عن قصد الإساءة لأن ممكن إنسان يسيء إليك ولكن ما كان يقصد يعني يرجع بالسيارة يريد أن يجعلها يوقفها جيدا فيضرب سيارتك هو لا يريد أن يسيء إليك حدثت الإساءة وحدثت إساءة مادية أصابت سيارتك مثلا ولكن لم تكن عن قصد
إذن الإساءة التي نريد أن نتكلم عنها هي حول هذه المواضيع. فإذا كانت الإساءة قد تعمد الإنسان له قصد في الإساءة أصبحت إساءة. إذن الإساءة هي ألم حسي أو معنوي أو مادي يصدر من مسيء إلى المساء إليه، إلى شخص آخر يعني، عن قصد، عن قصد أو عن أو قل بقصد الإساءة. وهذا تعريف جميل وجاء نتيجة بحث أيها الإخوة. وأحب أن يكون الكلام ولو كان في خطبة جمعة إلا أنه لا يكون كلام فقط هوج وكلام فقط عواقب. نحن نريد أن يكون الكلام كلاما مفيدا ثابتا له قواعد علمية ارتكز عليها. كيف نرد الرد الشرعي على من أساء إلينا إساءة في ديننا، إساءة معنوية، كيف نرد عليه؟ خطبة الجمعة من أولها إلى آخرها هي تجيب عن هذا السؤال، ولكن حتى نجيب عن هذا السؤال لا بد أن نقدم بعض المقدمات. فالإساءة كما قدمت قبل قليل هي هذه أقسامها، إما معنوية وإما مادية وإما أن تكون حسية وإما أن تكون، والقسم الرابع تكون مخلطة يعني مختلطة من هذا كله. ممكن الإنسان يسيء إليك بالكلام ويسبك مثلا ويكسرك في بدنك ويكسرك في مالك ويجمع لك كل الأنواع دفعة واحدة. إذن قد تكون مجزأة وقد تكون مقسمة. وعناصر الإساءة إذا أردنا أن نجعل لها عناصر، فهي الفاعل وهو المسيء، ومفعول به وهو المساء إليه، ومادة الإساءة وسيلة الإساءة التي يستخدمها المسيء. ممكن يستخدم الكلام، ممكن يستخدم الكرنت الجريدة، ممكن يستخدم التلفاز، ممكن يستخدم أي وسيلة. فإذا المسيء ومساء إليه ومادة الإساءة وسيلة الإساءة التي يستخدمها المسيء. وأيضا هناك قضية هامة يغفل عنها كثير من شبابنا ومن أبنائنا، وهو هدف الإساءة. ما هو الهدف الذي يختبئ وراء الجدران؟ ما هو المقصود من الإساءة؟ ربما إنسان يسيء إليك هو فقط يقصد أن يهيجك ويخليك تثار، ثم تتصرف بعض التصرفات حتى يلبس لك تهمة معينة، حتى يتأكد عند عامة الناس الغافلين البسطاء الذين لا يعرفون، يقول لك شوف هؤلاء هم المسلمين، همجيين، إرهابيين، فوضويين، يشربون دماء الناس، هذا هو دين الإسلام. إذن علينا أن نفهم أن الإساءة لها عناصر تتكون منها مسيء ومساء إليه ومادة وسيلة الإساءة، وهناك هدف الإساءة، ثمرة الإساءة، لماذا يسيء المسيء؟ أيها الإخوة، للإساءة أيضا حالات، وهذه الحالات يعني ممكن أن تكون الإساءة بالغة جدا، ويمكن أن تكون إساءة متوسطة، ويمكن أن تكون إساءة خفيفة. إذن الإساءة لا حالة. طيب لماذا تكلم الخطيب عن قضية الحالات؟ لأن الرد ينبغي أن يكون فيه حكمة، وحتى يكون فيه حكمة يجب أنك تكون عارف حالة الإساءة نفسها، حجم الإساءة نفسها. أيها الإخوة، أنواع المسيئين، المسيئين أنواع. أولاً هناك قسم اسمه المسلمين، المسلمين أنفسهم عندهم إساءة وسوف نتكلم عنه، وهناك قسم آخر وهو غير المسلمين. إذن المسيء ينقسم إلى نوعين، مسلم وغير مسلم. وإذا كان المسيء مسلما فإن المسلمين في داخلهم قد يكون المسيء هذا طفل صغير، وقد يكون المسيء مرأة، وقد يكون المسيء رجل بالغ عاقل، وقد يكون المسيء رجل بالغ ولكن ليس بعاقل، إنسان مجنون مطلوب في الشارع، وقد يكون هذا المسيء جاهل ليس عنده علم، جاهل فأصابك بالإساءة لأنه رجل جاهل. وهذا حدث يا رجل، هذا حدث مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء رجل وأساء إلى عمر رضي الله عنه فأراد أن يبطش به، فقال ابن عم له يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول وأعرض عن الجاهلين
وإن ابن أخي هذا من الجاهلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فما زاد عمر، يعني وقف لما سمع هذا الكلام، وكان عمر يعني من أخلاقه، وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله، يعني يقف مع الآيات، قف قف، تقدم تقدم. عباد الله، إذن المسيء قد يكون رجل جاهل أيضا، وقد يكون مسلم، وقد يكون المسيء ليس بمسلم، وغير المسلم قد يكون ذكر ولا أنثى ولا بالغ ولا غير بالغ ولا عاقل ولا ليس بعاقل، وقد يكون غير مسلم إنسان جاهل يعني يمشي مع التيار هو ليس فاهم شيء من الغوغاء مع وسط الناس، له قادة يقودونه ويسير مع قادته كيفما يوجهونه يتوجه. وهذا ذكره القرآن، لأن الناس يوم القيامة يتنازعون الأتباع والمتبوعين. قال تعالى: وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا. إذن هناك تابع ومتبوع، هناك ناس يمشون مع الموجة مش فاهمين ولا حاجة، وهناك رؤوس تقول هكذا. هي أقسام المسيئين، عندما تفهم هذه الأقسام ما هو المقصود منها؟ المقصود أن نرسخ فيك قاعدة الحكمة في التعامل مع المسيء، لأنك عندما تعرف حالة هذا الإنسان المسيء كيف هو، تعرف أنت كيف تتعامل معه. عباد الله، الذي يساء إليه، المساء إليه أيضا هم أنواع، فقد يسيء الإنسان إلى نفسه، وقد يسيء الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، وقد يسيء الإنسان للآخرين، وقد يسيء الإنسان لشيء محسوس، مثلا إنسان يحرق بيت، وقد يسيء، وهذا حرام ما يجوز، حتى مالك وبيتك فلوسك، مالك لو أخذت مالك وأحرقت مالك حرام، لو جئت إلى شجرك ومزرعتك فأفسدتها وأحرقتها حرام، لأن الله لا يحب الفساد في الأرض سبحانه وتعالى، فكيف بالدماء وكيف بالقتل وكيف بالجريمة؟ فالإسلام دين عظيم أيها الإخوة، وقوة هذا الدين، افقه هذه العبارة فإنها عبارة عظيمة، قوة هذا الدين في الحق، في رسالة الحق التي بني عليها الدين، لأن الإسلام دين الحق، دين يعني لا يستطيع أن يقاومه أحد بحجته ويعني إقناعه، فيه القوة الإقناع وفيه قوة الحقيقة، وهو موافق لفطرة الإنسان، وفيه نور الهداية، مجرد أن الإنسان يعرف الإسلام يرفض الباطل مباشرة ويبتعد عن الباطل، لأنه يرى فيه النور والهداية والراحة. أيها الإخوة، الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: ما كنا ننصر لا بالقوة ولا بالعدد. النصر الحقيقي للدين ليس بالكلاشينكوف، ليس بالصواريخ أو بالماديات، هذه وسائل تأتي فيما بعد. الأساس في الدين، في نصر الدين، نحن لا ننصر لا بالقوة ولا بالعدد ولا بعدد الجنود ولا بالجيوش، ولكن القوة الحقيقية في الدين هي قوة الإيمان في الدين، العقيدة، قوة العقيدة في الدين. لما يكون الإنسان فاسد العقيدة، ما عنده ولا يعرف أصلا الدين، هو مسلم ولا يعرف الإسلام، فكيف يريد ينصر الدين؟ أقوى حاجة في الدين هي نور الإسلام، حقيقة الإسلام، وهو لا يعرف حقيقة الإسلام وقوة العقيدة الموجودة في الدين، عقيدة الإسلام ولا يعرفها. ولهذا يا أخي قال تعالى في غزوة حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يعني كان المسلمين عددهم كثير، ولكن الله تعالى يقول: فلم تغن عنكم شيئا. نحن لا ننصر لا بالقوة المادية هذه ولا بالعدد، الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم، نحن قوتنا هي الله تعالى، قوتنا هو الله، هذه قوته، هذا
هو نصرنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أردت نصر الله؟ إذا جاء نصر الله تريد نصر الله عندما تقف مع دينك، مع حق، تفهم الدين، هذا هو سلاح المؤمن، الإسلام هو سلاحه. لكن المسلمين ليسوا مسلحين بالإسلام، يجهلون الدين ولا يا أخي الله عز وجل أعطاك شبكة في هذا الدين يعني مذهلة جدا، أعطاك شبكة من الأخلاق، لو طبقت موسوعة الأخلاق الإسلامية هذه لو طبقها المسلم والله العظيم لآمن من في الأرض كلهم جميعا. عندك موسوعة غير عادية من الأخلاق في التعامل مع الناس والمخلوقات، وكيف تتعامل مع نفسك وتتعامل مع أهلك، لكن أين من يفهم وأين من يطبق؟ الهزيمة التي تحدث للمسلمين هي من نتائج أنهم لا يعرفون الدين ولا يستخدمون الدين، الدين أصلاً معطل بالكامل غائب. إذن هناك إساءة قد تكون حسية وقد تكون إساءة معنوية، فقط يسيء إليك الإنسان إساءة معنوية يسب يعني بالألفاظ، وقد تكون إساءة مخلطة متنوعة، يأتي واحد يحرق مصحف، لما يحرق المصحف أساء إليك في الدين وفي المادة، مادة المصحف نفسه معنويا وكذا، وجمع لك كل شيء. لكن السؤال الذي سوف تستغرب منه عقولكم، وهو هل يمكن أن نستفيد من الإساءة؟ ثم بعد ذلك ما هو الدليل على هذه الكلمة التي قالها الخطيب؟ يعني من أين أتى بها؟ هل يمكن أن نستفيد من الإساءة؟ هل هناك دليل أصلاً على هذا السؤال؟ نعم عندي الدليل، عندي الدليل، والله إن هذا الكلام الذي أضعه بين أيديكم أجلس فيه مع الله تعالى وأكتبه وأتوكل على الله تعالى. نعم هناك دليل على هذا، فإن الله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالإنسان قد يكره شيء، الإساءة يكرهها الإنسان، ولكن يجعل الله فيها خير. إذن يمكن أن يستفيد الإنسان من الإساءة. وفي يوم أحد انهزم المسلمون وأخذوا يصعدون إلى الجبل، وهم يصعدون سمعوا من يقول إن محمدا قد قتل، قال المفسرون صرخ بها الشيطان في وسط الناس، فأصاب المسلمين غم عظيم وهم عظيم. هم كانوا أصلا في قلوبهم الغم والحزن لأنهم انهزموا وخسروا الغنائم، وهزمهم المشركون سوف يتشمتوا بهم، يعني اجتمعت عليهم عدة مآسي. ثم وهم في تلك الحالة الصعبة الشديدة من الحزن سمعوا أن رسول الله قد قتل، فأثابكم غما بغم، فجاءهم هذا الغم فأحرق كل قلوبهم، لم يبق في قلوبهم، انحرقت القلوب. ثم بعد ذلك وهم في هذا الشعور العجيب من الكآبة سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصيح إلي عباد الله أنا رسول الله، فلما سمعوا فرج عن قلوبهم فنسوا حر الهزيمة ونسوا انسحابهم أمام المشركين ونسوا كل شيء. قالوا إذا كان الله قد نجى رسول الله فما بعد رسول الله يهون. فجعل الله عز وجل تلك المصيبة وذلك الغم النهائي الذي وصلهم فيه خير لهم، لأنهم نفسيا عالجهم من الهم الأول وهو هم الهزيمة. إذن حتى الإساءة، حتى الهموم، حتى الأمور التي يشوفها الإنسان أحيانا يستأمنها، يجعل الله عز وجل فيها خير وفيها فائدة للإنسان. والسؤال الآن المحير، وهو أن هذه الإساءات المتكررة للدين الإسلامي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نرد عليها؟ ثم كيف نستفيد منها؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جوابنا بعد جلسة الاستراحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله حمدا يليق بجلال قدره وبعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله، أما بعد.
أيها الإخوة، استفدنا من هذه الإساءات المتكررة أن الصفوف قد تميزت، وأن الغبش قد زال، وأن الضباب قد ذهب، وقد تميز الحق من الباطل، وأن هذا سوف يري الإنسان والأجيال القادمة والمسلمين أن عقيدتهم ودينهم أمر مهم عليهم أن يحرصوا عليه. أيضا استفدنا أن الأمة بخير، وأن العقائد عقيدة الإسلام والمشاعر الدينية في قلوب المسلمين لا تموت إن شاء الله أبدا. أيضا نريد أن نعطيكم فائدة، وهي أن هذه قاعدة موجودة لكن أحيانا حتى يعني الناس لا يقرؤون. يعني شوف، أي مجتمع تاريخيا هذا ثابت، أي مجتمع أنت تطبق عليه العنصرية، سواء عنصرية لأجل دينهم أو عنصرية لأجل الجنس وغيرهم جنسهم من أي مجتمع من الناس أنت تطبق عليه العنصرية الذي يعني تردع طبعا طبيعية، لأن ليس كل فعل له رد فعل، هذا شيء طبيعي قاعدة في الإنسان. فإذا قمت بعنصرية بسبب دين معين عملت عنصرية ضدهم، أو لأنهم من جنس معين فقمت بعنصرية ضدهم، فإن الرد يكون أن هؤلاء الناس يتمسكون أكثر بدينهم، وردة الفعل أيضا أنهم يتجمعون ويتحدون حول جنسهم ويحاولوا يحافظوا على هذا الجنس لا ينصهر ولا يذوب. إذن أي هذا يعني عبث، عندما تكون العنصرية ضد المسلمين بأي شكل من الأشكال فإن النتيجة سوف تكون أن المسلمين سوف يتوحدون، والحمد لله أنه كلما ذهب وقت وتجزأ وتقسم المسلمون جاء عدو من أعداء الإسلام فجمع المسلمين. إذن من فوائد الإساءة أن لا توحد المسلمين، يعني المسلمين كلهم متوحدين على أن من أساء للنبي صلى الله عليه وسلم هو كأنه أساء فوق آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأرواحنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الروح وقبل الأم وقبل كل شيء. أيها الإخوة، طبيب القلوب من هو؟ هو صلى الله عليه وسلم. حبيب القلوب من هو؟ هو صلى الله عليه وسلم. كيف كانت حياته؟ حياته كلها تضحية من أجل الدين، لا تستطيع أنك تقول كلمة غير هذا. هل هو القدوة أم لا؟ نعم هو القدوة. كيف كان يتعامل في مدرسة التعامل مع المسيء؟ لأن الرسول هل قدمت له إساءات؟ يا سلام، إساءات ليس لها أول ولا آخر، وإساءة مباشرة يعني على الهواء مباشرة، لا كما يقولون، يعني تقدم له الإساءة عيني عينا في الوجه وهو حي يرزق. أنا بالله عليكم لا أكاد أصدق أحد يسيء لهذا الرجل العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، مستحيل، يقف بين يديه ثم يسيء إليه، لا أكاد أصدق هذا لولا أنه قد ثبت بالقرآن الكريم وثبت بالأحاديث الناصعة الصادقة. طيب لماذا؟ لأن هذه سنة الله، في الحق والباطل الصراع مستمر من أن خلق الله الأرض، منذ قصة آدم وأنه لا وأن الشجرة وقصة آدم وحواء في الجنة، الصراع بين الحق والباطل بدأ من تلك النقطة، من تلك الحادث آدم وحواء والشيطان، ثم هو مستمر إلى قيام الساعة. أيها الإخوة في الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول: الإساءة لرسول الله ليست شيئا جديدا، لقد قالوها له وهو حي، إنك ساحر، إنك كذاب، إنك كذا، إنك كذا، وكان يصبر ولا يستعجل، ويأمره الله تعالى بالصبر، قال تعالى: واصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، واهجرهم هجرا جميلا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني الإساءات كل هذه، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين يا محمد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كان يمنع أصحابه من الانتقام، عندما يسيء إليه أحد ويريد أن ينتقم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا، وكان لا يغضب لشخصه، يعني لو جاء وقدم إنسان إساءة شخصية للنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب بإساءة الشخص، وكان يغضب إذا أسيء إلى الدين صلى الله عليه وسلم.
أريد أن أقرأ لكم هذه الكلمة. الإسلام سلطانه في حجته ونور هدايته، إن قوته الحقيقية تكمن في القوة الروحية الإيمانية التي تسيطر على القلوب والعقول بالحجة والبرهان والدليل، بالحجة والبرهان والدليل. إن هذا هو سيف الإسلام الحقيقي. قوتكم أيها المسلمون في عقيدتكم، وقد قدمت هذا الكلام بالشرح المفصل. أيها المسلم، لا ينبغي أن تكون ضحية للاستهزاء أبدا يا رجل، بارك الله فيك، لا ينبغي أن تكون ضحية للاستهزاء مرتين، لا يضحك عليك مرتين. المرة الأولى يستهزئون بدينك أو برسولك، ثم بعد ذلك يستهزئون من ردة الفعل التي تقوم بها، فتقول يضحكون عليك مرتين، يستهزئون مرتين. ردة الفعل إذا فعل هذا المسلم ولم تكن حكيمة كانت سخرية يسخر منها أعداء الإسلام. احتجاز الرهائن هذا عبث، هذا شغل عيال، شغل عيال، يعني هذا ليس أسلوب. احتجاز الرهائن ولا تمشي تقتل الصغار ويكونوا مؤمنين، ولا تكون أنت قاعد تاكل بالخبز والعيش معاهم، تمشي محلات السوبر ماركت التي هي شركتهم، ثم أنت تأكل وتشرب وتشتري معاهم وتبيع وتشتري وإلى آخره، وجالس عندك الأدرس يعني البسكوت بتاعك في وسطه، في وسط الشارع، عايش معاهم الليل والنهار، ومولود وسطهم، وعندك شارة الميلاد مطلعها من البلدية كاملة، ثم أنت تأكل تبقى تقتل، هذا غباء. يعني لا يفقه هذا الإنسان، ويزيل الأمة ويورطنا في مشاكل ويدخلنا في أمور نحن في غنى عنها. لو كان فعلها مسلم، وقد يكون فعلها غير المسلم ولبست المسلم وألبس إسلام هذه الجريمة، طبعا هذه هو يجب أن تكون التحقيقات الواضحة التي تضيء مثل الشمس. ولكن أيها الإخوة، على كل الأحوال يجب أننا نتصرف بحكمة حسب المنطق والعقل، وأن نكون أذكياء، أن نكون أذكياء. علينا أن نركز على الشيء الهام وهو نصر الدين، هذا هو الشيء المهم. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هذه وصية الرسول، كتاب الله وسنة رسوله. إذا الوسائل الناجحة الفاعلة التي تنصر الدين، وخاصة هنا في أوروبا، لا ينصر الدين بمثل الدعوة. إذا أردت أن تنصر الدين ادعو إلى الله على بصيرة وحكمة. لا أريد أن أدخل في القصص، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لإساءات معنوية وحسية، يعني محسوسة ومادية وحسية. تعرض للكلام، قال له السلام عليك، يعني عليك النور، سبوه يعني، ورد عليهم رد حكيم. أيضا هناك فتى يهودي كان يضع الأذى والأوساخ والقاذورات أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تصرف مع المسيء اليهودي؟ لم يذكر حتى المصادر، يعني اسمه من؟ لم يقل الصحابة فلان، يعني يكون الرد اقتلوه، يعني أوضعوا على الأقل أذى أمام بيته. وكان قويا النبي عليه الصلاة والسلام، أنت يعني أنت ما عندك الآن المصادر القوية، أنت عندك الفرقيق والخلي، وعندك أنت يعني مستحق لهؤلاء الناس بكل شيء، الفرزيك والطب وإلى آخره، تتقدر، يا أنت تعيش معتمد في حياتك كلها عليه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم كان قائد الناس، كان هو رئيس الدولة، وهذا ما يساوي هذا الفتى اليهودي يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الأذى بيديه ويضعه بعيدا، ثم لم يأمر بقتل هذا الشاب أو كذا أو الانتقام أو أي شيء. ثم إذا تعامل مع إساءة أزالها، مع المسيء نفسه، هذا الشاب هذا ذهب إليه ودعاه للإسلام. إذا هذه قضية علينا أن ندرسها. امرأة يهودية وضعت السم في شاة ودعت الرسول والصحابة إلى أن يأكلوا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتلها، لم يأمر بالانتقام منها. هذه أمور علينا أن نوضحها لغير المسلمين، نحكي لهم هذه القصص حتى يفهموا أن الإسلام ليس هو دين عنف والله قتل أو تشريد أو ظلم لأحد. أيها الإخوة، الواجب علينا الآن في هذه الظروف السيئة الصعبة الأشياء الآتية: أولاً، عيب علينا ألا نجتمع وألا نتوحد ونحن نلاحظ أن النار موقدة على الإسلام من كل ناحية.
يعني الإنسان لما يشوف النار مولعة عندك من كل مكان وتجد المسلمين في بعضهم متفرقين، إذا يا العار هذه فضيحة. يعني المفروض أنك تجتمع الآن مع إخواني المسلمين وأن يعين بعضنا بعضا، الأبناء نربيهم تربية صالحة. هنا هو الشغل، هنا هو الشغل الحقيقي. إذا تريد ترد على الاستهزاء بالإسلام اشتغل في الأولاد، ربيهم على القرآن. هنا الرد الحقيقي، هنا الرد الحقيقي. واجتمع مع إخوانك المسلمين، اصبر على أخوتك المسلمين، بينك وبينهم مشاكل وأحقاد، سامح، اعفو، اجتمع مع إخوانك إلى آخره. الزوجة مع زوجها، ارتبطي بزوجك، عيب عليك وعيب عليك أنت تمشي هنا وهذا يمشي إلى هنا وتبدا بالصرمي والمحاكم والى اخره، ثم يشرط اطفال ابناء مسلمين. اترك النفاق الاجتماعي والنفاق الديني، بعض الناس يتاجر باسم الدين لا اله الا الله. ختاما، مكانه النبي صلى الله عليه وسلم لا تخاف، لا يهزها ذباب ابدا، لان الله تعالى يقول انا كفيناك المستهزئين فاصبر. هذا لا يعني لا يثير قلبك، ولكن علينا بسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ارحم اباءنا وامهاتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.